كركشان جدا بحكي بشو، يا محلى مرقة لحم كبشو. كركشان جدا بحكي بشو، يا محلى مرقة لحم كبشو. هنتكلم النهارده عن احمد عدويه نجم الاغنيه الشعبيه، وحكايتنا النهارده هتكون كركشانجي دبح كبشو. كركشانجي دبح كبشو، يا محلى مرقة لحم كبشو. كركشانجي من انجح الاغاني اللي عملها احمد عدويه وكتبها مأمون الشناوي. كركشانجي كان راجل بسيط، كان بيشيل البخور ويمشي بيه ويبخر بيه المحلات، وكان عنده عزه نفس كده وشموخ، ما كانش بيحب ياخد صدقه من اي حد خالص، لدرجه انه في العيد الكبير كان بيتعمد ان هو ما يظهرش خالص عشان ما ياخدش لحم من اي حد. فاتفق التجار ان هم هيلموا من بعض ثمن الخروف علشان يديهوله، وما يعرفوهوش ان دي هتبقى صدقه، ونجحوا في اليوم ده ان هم يلموا 7 جنيه ثمن الخروف. الخروف كان ب7 جنيه، انتوا مدركين؟ كركشانجي صدقهم وخد الفلوس وراح يجيب الخروف علشان يفرح اولاده. بس هل يا ترى كركشانجي فرح عياله فعلا؟ يلا نشوف. عكشو فركش، نكشو طنش، قلشو ما تقلش. كركشانجي بقى راح جاب الخروف وداخل بيه الحاره، والعيال حواليه عمالين يقولوا كركشانجي ده بحكبشو ومش عارفه ايه وكده، وعمالين يزفوه. واضح ان في حد من التجار ما كانش سالك كده وهو بيديله الفلوس علشان يجيب الخروف، وده لان كركشانجي تقريبا كان اول مره يذبح خروف. فهو بيذبح الخروف هرب منه وجري، ولاد الحاره بقى واولاده والتجار والناس كلها عماله تجري ورا الخروف، وفي الاخر ما لحقوش. وده اللي كان يقصده مأمون الشناوي لما كتب عكشه يعني يمسكه، قلشه يعني يحاول يهرب منه، فركش يعني هرب منه خلاص. الله عليك يا عم مأمون. نكمل بقى بقية القصة. وبعد ما الخروف هرب، فضل يا عيني زعلان ويندب حظه، والناس قعدت تضحك عليه عشان كان جايب بقى سلاطين وطباق يحط فيها الشوربة ويحط فيها اللحمة، وكان جايب دبابيس بقى عشان يحط بقى فروة الخروف في بيته ويزين بيها البيت. ومن هنا جت جملة 7 سلاطين استسلطناهم من عند المست سلطني. مريم تسلطن يا بنت استسلطن 7 سلاطين زي المست سلطناهم من عند. وقبل ما نقفل حكاية كركشانجي والخروف، عايزة اقول لكم ان عبد الحليم بنفسه حاول يغني كلمات الاغنية دي وفشل بجلالة قدره، فشل. وفي مرة قابل عدوية وقال له هو انت ازاي عرفت تحفظ كل الكلمات دي، يعني كلمات غريبة جدا صراحة. وللعلم ان عبد الحليم كان من اكتر الناس اللي بيحب عدوية، وكان بيحب يسمع اغانيه جدا. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهارده. قولوا لي عايزين تعرفوا قصه اغنيه ايه المره اللي جايه، وان شاء الله انا هقولها لكم. ما تنسوش الكومنت واللايك والشير. كركشان جدا بحكي بشو، يا محلى مرقه لحم كبشو. كركشان جدا بحكي بشو، يا محلى مرقه لحم كبشو. عكشو فركش، نكشو طنش، قلشو ما تقلش. 7 سلاطين استسلطناهم من عند المست سلطانين. تقدر يا مسلطن يا مست سلطن تستسلطن لنا 7 سلاطين زي ما استسلطناهم من عند المست سلطانين. كركشان بحكي بشو، يا محلى مرقة لحم كبشو. كركشان جدا بحكي بشو، يا محلى مرقة لحم كبشو. هنتكلم النهاردة عن حكاية كركشانجي. كركشانجي بقيت حساب ليهم عنده. ليهم عنده هو هيدفع لهم فلوس. ايوه انا فاهمة. انتوا بتاع الفروة بتاعة الخروف يروحوا حاطينها.